فو 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 فوتوشوب يا محلى خلقة الله شو بدك بالتجميلة يا محلى خلقة الله شو بدك بالتجميلة لا بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة ما بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة فوتوشوب ليكي حلوة لوين بالطريق رح الحكيم بدي اعمل كولاجين بوتوكس وماسك تعملي حلو كتير خليكي تدوفي وهيدا شي اكيد اسمعي مني شو بدك بيا الصرعة انت حلوة هيك كيف ما كنت خلت الله ما تكون البنت اللي عايشة بالخيال جمالك من الله اللي وحده الكمال روحك الحلوة بتعكس لبرا قلبك الابيض هو عند الاغلى لو بدك صورة حلوة اعمل لي فوتوشوب ليكو خليل بيرسلك هي توب وعم ترهني تفكيرك بجسمك كبري عليك غير هيك ما بلبق لك هيك على طبيعتك انا برتاح لك احلى شي فيك تضلي على شكلك الا شريطان والكسل بتقلك ما في تجميل جمالي كله طبيعي تمشي بتتمختر بتميل عمهلك اوعى تضيعي بتقلك ما في تجميل جمالي كله طبيعي تمشي بتتمختر بتميل عمهلك اوعى تضيعي فكرة صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان وبتقله خلقت الله لبدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة ما بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة فوتوشوب صراحة شكلي هيك عجبني ما بدي كون باربي ولا حتى كون بيونسي تكوني بلاستيك تعملي سر شريبة للبنات كوني من نون كابي 1, 2, 3 to the 4 فهمتي علي خلي تفكيرك معي هون 5, 6, 7, 8 You're a god of bless don't have to be the mate هون أحلى حلقة أنا بالعربي يا دوب كنت فهمان عليك ريقنت وحكيت بالإنجليزي فوتني بالحيط ترجم لي عيني هنت أنا إنجليزي ما بتعرفها ليكي حكيم ترجم لنا شو عم بحكي ليك ولو لو بعرف ترجم كنت ترجمت ايه يا خليل بس عم بحكي عن حلاها مثل ما هي انا بابت سماها مو ضروري تكون بلاستيك حتى اعجب فيها تكون كلها نفخ حتى انا دوب فيها يا محلى خلقة الله اخر كلمة بحكي مع روحك الحلوة رح ابي كيف ما كنتي بما انه خلصنا الريقان اعطونا قد قفتي على البيان وخلونا نكيف هذا القتقفتي اسم الإيقاع ايه وشو هذا البيان؟ شو بكله؟ هذا اسم المقام حفورة ولك يا حبيبي هذا المقام اسمه بيات بالتاء مو بالنون اوف 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 لبدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة لبدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة فوتوشوب هلق انت ما كل هذا الحكي وبتقولي يعني شكلك صبورة لا مو قصة صبر قصة شو اللي كانوا ولاد كذبها يا دكتور انا ما قلت لك بابي محافظ ومامي رقاصة ايه والله قلتي لي ايه من الطبيعي هيك اب وهيك ام يكون عندهم بنت مثلي يعني لازم انا ادفع الثمن هلق يعني هني ما يتعاقبوا فيكي هيك شي تعرف انا من اول ما وعيت على الدنيا ربيت بلا ابو ام لا عندي ابو ام بس ابي ما عنده شرف كل همه أمي تجيب له مصاري وكل همه السلطة وطبعاً أمي ما عندها مشكلة بنوب ليش لي يكون عندها مشكلة أساساً؟ ليش هي حاسة فيني؟ أو بتسألني شبكي؟ أو وين رايحة؟ أو وين جاية؟ أو شو عم يجعك يا بنتي؟ ما بيهم أساساً كانوا يعاملوني مثل أي قطعة أساس بالبيت بيكبوها وقت اللي بدهم
أقول لك شيء، كل الناس بتحكي عن العدل بس وينه؟ يمكن أنا العدل. يعني حقيقة أحمد. نعم معلمتي. حاسبة للدكتور. إيه بعيوني. بأمرك معلمتي. خالصين؟ خالصين معلمتي. على فكرة دكتور انت واحد غبي. الله يعني هيك يعلم إدارك. هاي شهادة بعتز فيها وبشكها بقلبي شك مو بعلق بصدري، بس ما قلتي لي ليش غبية. لأني وحدة عمياء وما بشوف. شبك خليل شبك ما تقول إنك صرت هون شبك. لازم قل لك مثلا شو حالك مثل البقرة المخلفة ومثل هي كله 20 كف. ولا شيء ولا شيء خليل، بس يعني أول مرة بحس حالي كركدن. ولا أقول لك لا مو كركدن، شو هذا اللي بيجر العرباية؟ شو قلت طنبور؟ القديش. القديش حس حالي قديش. أنت مو بس قديش، أنت قديش مريقة. لا تقل لي ضبعوك ولك عباس ولك أنت دكتور قد الدنيا ولا ولك أنت جراح ولا ولك أنت بأقل عملية بتفتح بطل بتشوف الدم على الأراضي عم تفهم علي؟ لا تكون مفكر إذا وراها مرافقة نحن ما فينا نعمل شيء. لك نحن رجال وقت الحزي واللزي. انت وراك رجال. بعدين انا وقت اللي فات وحبيتك اعمل لي انترباية على السريع بس ما طلعت بالي حرام. شكله المرافق ضايع بحاله وبيعرف انه جاي. ولا ولا نحن وقت الجد منطعج عجين ومنكسر بسكوت. ولا وشو مستعد تساوي كرمال يا خليل؟ لك هلك مستعد اعمل لك فنجان قهوة تروق دماغك. لك روح ساوي لك قهوة يا خليل. شفت هيك ما احلك يعني ربك عني. هلق أنا غبي؟ آي هاي؟ آي ولا هاي؟ لا هاي. أهلا بخيتي سلوى. أنا فايت لعند عباس على السريع ماشي؟ أي لا 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 الدكتور عباس لسه ما أجا. والله غريبة هي أول مرة بتأخر لهالوقت. والله أنا فكرت حالي متأخر كتير. طيب أنا فايت على العيادة، إذا أجا عباس أو إذا أنتي بدك شي فوتي لعندي أو اعملي لي رني ماشي؟ ماشي. مرحبا سلوى. أكيد عباس لسه ما أجا ما؟ أي لا والله الدكتور عباس لسه ما أجا. أهلين مدام ريما كيفك وكيف رفريفك؟ سلوى صحيح أنا ما بحبك كتير بس مضطرة أني أقلك إنه عباس مبارح ما إجا على البيت جواله مسكر. أي أنا كم مرة صرت قايلتلك رح يجي يوم وبكرة الدكتور عباس يطفش منك بس أنتي ما صدقتيني. شو قصدك ولا يسر نوي؟ كأنه جاوزت حدودك ما؟ أي لا ما قصدي شيء بس من قلقي على الدكتور عباس عم عفس بالحكي. إكسكيوز مي مدام إكسكيوز مي. مرحبا مدام ريما. لا. شو مو جاي عباس؟ والله شكله مو جاي يا خلي. طيب اذا مو جاي خلينا نروح على البيت نعمل استراحه اليوم احسن. هلق ما يجوز زبونات ياكلوا وشنا يعني، بعدين كل وحده مريقني اكثر من الثانيه. انا ياخذي موعد وانا ياخذي موعد. شو والله يا خلي بصراحه انا ما بعرف شيء عن عباس لانه من امبارح المساء ما اجى على البيت. ليش انت ايمت بحياتك عرفتي شيء عن عباس؟ ولا بحياتك رح تعرفي شيء عن عباس لانه دائما بتكون جايتك الربع ساعه. لا خلصنا ولو عن جد عم بحكي. امبارح حكى معي قال لي لا تطلعي من البيت لا اجي اتعشى معك. شو قال لك؟ بدي يجي يتعشى معك. سلوى زقفي له. والله صايره بطلة الجمهورية بالكذب. هلق عباس دق لك وقال لك لا تطلعي من البيت لا هو جاي يتعشى معي يا عيني. اي صحي مدام ريما شو هالكذبه هاي؟ يعني الدكتور عباس بحياته ما قال لك كلمه صباح الخير؟
هلا ماني ناقصتكم انتو الجوز، هلا عن جد عم بحكي، امبارح حكاني قبل ما يطلع من العياده وقال لي جاي على البيت، شو بكن انتو؟ سلوى دقي له على الموبايل. اي دقيت له قبل ما تشرف حضرتك، بس تليفونه مقفل وخارجني طاقه تغطيه. ولك يا مريقني يا مصفرني، مغلق ولا خارج نطاق التغطية؟ لا مغلق، مغلق. مدام ريما، بالعادة الدكتور عباس لما ينام برات البيت وين بيروح؟ لا صحيح هو ما بيتعشى معي وما بيفطر معي وما بيقعد معي، بس حياته ما نام برات البيت. غريب. اي الو، اي هون عيادته. اي فهمت عليك، اي ماشي ماشي فهمت عليك. شبيك هيك ريقنتي فجأة وصفريتي مثل اليقطين اليابسة، شو صاير؟ اي عباس انخطف. ويك شو عم تحكي انتي؟ اي والله حكى معي الخاطف وقال بده 10 ملاوين من هون لبكره الصبح، واذا ما دفعنا له اياهم بده يرجعنا اياهم تعطيف. الله لا يوفقك يا سلوى، والله وقعتي لي قلبي على الارض، فكرت صاير له شيء لا سمح الله، فكرته ميت عادي في شيء خطير. ولك خليل انت اجدب شيء، عم تقول لك عباس انخطف واذا ما اعطيناهم ال 10 ملايين من هون لبكره الصبح رح يرجعوا شقف ونتاف، شبك؟ انا فهمان شو قالت، بس انتي ركزي معي هلا قبل ريقان، عم بتقلك اذا ما دفعنا ال 10 ملايين رح يرجع عباس شقف ونتف، شبيك؟ اي خليل انت شو السهل عندك؟ دفع العشر ملاوين ولا يرجعونا يان تعطيف بقى؟ هلا انا بدي اسالكم سؤال، انتو وقت رب العالمين وزع العقول للبني ادمين انتو وين كنتو؟ انا بعرف انكم كنتو غايبين، ولك افهموا، عم بيقول الخاطف لسلوى اذا، وحطوا لي 10 خطوط تحت كلمه اذا، اذا ما دفعنا العشر ملايين رح مو رح يرجعون تاتيف، شو بقولوا؟ ولك خليل انت مو بس معك ريقان، انت اجدب واخوات كمان، ولك شبك عباس مخطوف وانت قاعد عم تعطيني موعظ وحكم؟ شبك يا زلمه ما فيك احساس انت؟ اي معلش ريما طولي بالك، اعطي فرصه لخليل يوضح لنا وجهه نظره، اخوي تفضل بس بسرعه الله يوفقك. خيتي ريما يعني شغلي والله واضحه، ما بعرف شو بدي اقول لك، عم بتقول لك سلوى وقل الخاطف بتدفعي العشر ملايين بيرجع لك زوجك عباس ورفيقي قطعة واحدة، ما بتدفعي العشر ملايين بيرجع عباس قطعة ونتف، واضحة ولو؟ ولك يا خليل انت اخوت شي، انا منين بدي اجيب العشر ملايين؟ ايو بكرة الجمعة والبنوك كلها مسكرة، يا ويلي راح الدكتور عباس. اي معقولين اتفو؟ ولك شو انتاتيف ما انتاتيف انت التانية؟ لك الله لا يوفق على هالفال. عباس معقولة؟ قولي هلا امتي خود هلق عواطف مشل الخط. ليكي سلوى اذا رجع دقلك الخاطف بتردي عليه وبتقلي له رفيقه لعباس الروح بالروح خليل بده يحكي معك، ولا قلك لا 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 بما انه انت قافي براسك جنس العقل وما رح تفهمي عليه ولا رح يفهم عليكي، بتعطيني الهاتف انا برد عليه وبتفاهم من راسي لراسه، ماشي؟ لا انا ما عاد فيني اتحمل،
لازم نخبر الشرطة بقى. اي والله فكرة حلوة. شو رأيك خليل؟ ها؟ بشو؟ ولك يا أجدى بدنا نخبر الشرطة. ولك بلا ريقان انت وياها بهاللحظة ها، لأنه أنا ماني قدران أتحمل حدا. ليك فهمي علي انت وياها. ما بنخبر الشرطة هلق لأنه تعرفي شو؟ هلق بس يحكي الخاطف أنا بتفهم من راسي لراسه، وأنتوا بعيوني سكوتكم الله يخليكم ها. قالوا بلكي ما حكى يروح الزلمة من بين إيدينا يعني. يا ويلي يا عباس شو راح يصير فيه؟ ولك يا مراكمة مو انتي قلتيلي انه قلك الخاطف هلق بده يرجع يحكي مشان ياخد منك التفاصيل والتعليمات. اي هيك قلي ها ليكو حكى حكى. هاتي هاتي هاتي. الو ايه 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 هون عيادته ايه. لك هلق انت شو بدك باسمي؟ انت اسمع قبل ما تحكيني انا شو بدي حكي، وبديك تحط هالكلمتين خرزي بدانك. ولك شبك ولك مريقة ليش عالصبر؟ لك عم نتناقش شبك. ايه خلاص ولا يهمك لا تعصب لا تعصب شبك ماشي. لك يا زلمي والله حرام، الزلمي دكتور وعنده مرأة وعنده عيادة وعنده سكرتيرة وعنده رفيق وعنده ممرضين وممرضات وعنده شغلات، رجعوه حرام. طيب أفيك تنزل 10 مليون لخمسة مليون يعني دكتور يعني ما كمانه هالكبير يعني دكتور عقده. خلاص خلاص ماشي 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 يا زلمي حزورة رح نأمن المصاري شباب. خلاص نحن علقة علقة باي باي الله معه. ولك ما تحكي شو عم يقلك. مش ما قل لي شيء وقفي شيء مهم. مدام ريما أحسن شيء تخبري الشرطة على الحق البوم بدلك على الخراب. مين بوم لك سعداني؟ انت في حدا غيرك؟ ولك انتو اتنيناتكن الخراب بحد ذاته، وإذا بقى اسمع صوت روحي. اي بعرف بعرف والله معك حق، بس انت ما اشتقت له قدنا. والله مو طالع بايدنا نعمل شيء. صح معك حق. سلوى؟ نعم. انت شو بتعملي؟ ولا شيء بس عم بحكي معه بركي بلاقي لنا شيء حل. ولك انت خوته انت. هو اللي بده يلاقي الحل. انت فكري ولاقي الحل لك جذبه. اي بعيدها بعتك. والله انا شايفه انه لازم نبيع البيت. نعم؟ ليش من غير شر البيت باسمك؟ لا والله عباس صديقك مو كاتب شيء باسمي. اي ولا العياده. ولك يا مريقني ما تقلك مو كاتب شيء باسمها بترجعي بتسألي اذا العياده. احنا لازم نلاقي حل نجمع ال 10 مليون. هاي اهلا اهلا خيتي تفضلي تفضلي قعدي هلا بنحكي لا تواخذينا. انا اسفه في عندي موعد مع الدكتور وكنت ناطره برا. قلت لحالي فوت لجوا اذا هو موجود ولا لا. ايوه سألت لك انه موعدك التغى. لا مو بس الموعد التغى، اذا بدك الدكتور يعني بحد ذاته التغى. بس انا لازم اشوفه كتير ضروري لانه بكره عندي عرض لديزاينر كتير مهم وهو وعدني يزبطني اليوم. يزبطك؟ ما هي ظابطه لحالها. قصدي يزبط وضعي. ليش خيتي شو بوضعك من غير شر؟ اي كانه وضعك مو ظابط. ما هيك ليكي خيتي يعني انا الصراحه عم بشقلك من تحت لفوق للاقي عيب بشكلك ما عم لاقي ما شاء الله. بس فيكي تشرحي لي شو يلي مو ظابط بشكلك؟ مو انا بعرض ازياء. اي واضح. بس ما سالتوني شو نوع عرض الازياء. صحيح حبيبتي شو نوع عرض الازياء؟ بكيني. نعم بكيني. مين مبكى مين انا؟ نو انا بعرض بكيني. وليش اذا بتعرضي لحتى بكيكي يعني؟ اكله خليل شباب عم تقلك بكيني يعني مايوهات بحر شو باكله؟ يا حبيبي منيح ما اجتنا بالبكيني. ليك يا عيني بس بدك تعرضي دقي لي يعني او اذا بدك علميني وانا بدق لك. لا حدا. الو اهلا بالخاطر. تكرم عينك بس مثل ما انت عندك طلبات نحن كمان عندنا طلبات. نحن من حقنا نتاكد اذا الدكتور عباس عايش ولا لا. بده يسمعني صوته للغالي. الو عباس قولوا يا زلمه خليه يحكي كلمتين على بعض شبك مريقان. ماشي ماشي خلص مثل بدك بكره الصبحيات بيكونوا المصاري عندك. باي يا مريقان باي.
خليل طمني، سمعت صوته؟ كيف حسيت وضعه؟ حسيته مشوم كتير. سوري منكم، كأنه اللي فهمته انه الدكتور عباس مخطوف. مظبوط. او ماي جاد، رح تضل الشامي على خسري؟ لا لا، كل شيء الا الشامي، شيليه من خسرك وبعتيها لعند خسري. لك واحد مخطوف عم تحكي بشامي عن خسر؟ تعال اقول لك، تعال تحت امك لشو؟ ريم طالع بأصلي، انا بعرف شو عم بحكي. طب وعرفتوا وين هو ومين خاطفه؟ ايوه لو سريعه، لو بنعرف وين هو ومين خاطفه كنا رحنا جبناه بتاكسي واجينا. طيب انا شو ساوي بحالي هلا؟ ليش خيتي انت كثير مضطره تشيليها لهالشامه؟ ايه كثير كثير كثير. خليل بتقوم تعضه ولا بقوم انا عضه؟ بيبي الو، اهلا بالخاطف. قبل ما تحكيني ولا كلمه، كيف المخطوف؟ ايه هلا احكي شو بدك تقول. يلا شو بدك يا حيوان؟ ايه انت حيوان، انت وكل شي معك وكل شي بيشد عايدك وكل شي جنبك. يا خليل لا تحكي معه هيك. ايه يرحم ابوك يا خليل، لا تحكي معه هيك، هلا بيعصبه. خليك معي لحظة، خليك انت مريقني انت وياه خيتي. بس بدي اسألك سؤال من بعد اذنك، هدول اثنين مريقنات، واحد خطف واحد، حكم النص ساعة طلب فيه فدية 10 مليون، وهلق عم يرجع يحكي يطلب فيه 15 مليون، شو بيكون؟ بيكون ستيوبيد. شو؟ ستيوبيد. اسمعوا لك ستيوبيد، انت واحد ستيوبيد انت وكل شي معك. اذا بقى لك بتحكي بعد نص ساعة وانا برد لك خبر. يلا يلعنك واحد ستيوبيد. ولك يا غبي شو قال لك؟ بعد ثواني بس، شو يعني ستيوبيد؟ يعني غبي. والله ما غبي غير اللي سألي. قال لي انه بده 15 مليون. يا جماعة أنا عندي فكرة. إيه بس قبل ما تحكي ولا كلمة وتقولي فكرتك، شو اسمك بلا زغرة؟ مروة. اجري بحديثك يا مروة. طب هلأ بس يدق الخاطف أنا بدي رد عليه. ليش بدك تعزمي عرض البكينة؟ والله حلوة فكرتك كتير يا مروة. رن. ألو؟ هاي كيفك؟ عيادة شو؟ نو مسيو، هون فندق الأمل المسلوب. ولا يهمك، نيفر مايند، باي باي. سلوان خير دي انت مثل ما اتفقنا. اي ماشي. اي الو، اي اهلين، سوبر ماركت النهضة تفضل. اي ولا يهمك، باي. اي رن رن دورك لي مير. الو هاني بعل الحلقة الرجالية تفضل. اكسلنت، معناها عصب. شو أنا؟ يلا رد مثل ما اتفقنا. الو هاي حياتي، لا هون استوديو النغمي الحنوني للمساج. ماشي اهلين. ايه وهلا اذا رجعوا دقوا شو بقى نعمل؟ انا برد. Yes, London for sale trading. Damn it. Bye bye. Bye. شو قلتي له؟ يا محلى خلقت الله، شو بدك بالتجميلة؟ يا محلى خلقت الله، شو بدك بالتجميلة؟ لا بدنا شفط وبوتوكس، انت هيك بتحليلة. ما بدنا شفط وبوتوكس، انت هيك بتحليلة. ليكي حلوة لوين بالطريق؟ رايحة الحكيم بدي اعمل كولاجين، بوتوكس وماسك بتعملي حلو كتير، خليكي تدوب فيه وهيدا شي اكيد. اسمعي مني شو بدك بيها الصرعة؟ انت حلوة هيك كيف ما كنت خلت الله، ما تكون البنت اللي عايشة بالخيال، جمالك من الله اللي وحده الكمال. روحك الحلوة بتعكس لبرا، قلبك الابيض هو عند الاغلى. لو بدك صورة حلوة بعمل لي فوتوشوب، ليكو خليل بيرسم لك هيك توب. اوعى ما ترهني تفكيرك بجسمك، كبري عليك غير هيك ما بلبق لك، هيك على طبيعتك انا برتاح لك. احلى شي فيك تضلي على شكلك. بلش الريقان والكسل، بتقلك ما في تجميل، جمالي كله طبيعي، تمشي بتتمختر بتميل، عمالك اوعى الضيعة. بتقلك ما في تجميل،
جمالي كله طبيعي تمشي بفتنك تربتني عمالك اوعى تضيعي فكرة صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان وبتقله خلقت الله لبدنا شفطو بوتوكس انت هيك بتحليلي ما بدنا شفطو بوتوكس انت هيك بتحليلي فوتوشوب صراحة شكلي هيك عجبني ما بدي كون باربي ولا حتى كون بيونسي كوني بلاستيك تعملي سر شريبة للبنات كوني من نون كابي 1, 2, 3 to the 4 فهمت علي خلي تفكيرك معي هون 5, 6, 7, 8 You're a god of bless don't have to be the mate هون أحلى حلقة أنا بالعربي يا دوب كنت فهمان عليك ريقنت وحكيت بالإنجليزي فوتني بالحيط ترجم لي عيني هنت أنا إنجليزي ما بتعرفها ليكي حكيم ترجم لنا شو عم بحكي ليك ولو لو بعرف ترجم كنت ترجمت ايه يا خليل بس عم بحكي عن حلاها مثل ما هي انا ببت سماها مو ضروري تكون بلاستيك حتى اعجب فيها كون كلها نفخ حتى انا دوب فيها يا محلى خلت الله اخر كلمه بحكي مع روحك الحلوه رح ابي كيف ما كنتي بما انه خلصنا الريقان اعطونا قد قفتي على البيان وخلونا نكيف هذا القتقفتي اسم الإيقاع ايه وشو هذا البيان؟ شو بكلو؟ هذا اسم المقام حزورة ولك يا حبيبي هذا المقام اسمه بيات بالتاء مو بالنون اوف اوف لبدنا شفطو بوتوكس انت هيك بتحليلي لبدنا شفطو بوتوكس انت هيك بتحليلي